سبب مفاجئ يمنع محمد صلاح النجم المنتخب المصري عن الحضور لحفل جوائز الكاف لعام 2023. وقبل ما نتعرف على التفاصيل في البداية، دعمنا بلايك واشترك في القناة وفعل زر الإشعارات وتابع معايا الأخبار الرياضية العالمية الجديدة والحصرية. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ومصدر موثوق منه من داخل اللجنة المنظمة لتوزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لعام 2023، وكان النجم محمد صلاح ضمن الثلاثة المرشحين، الثلاث لاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023. وكان المصدر الموثوق منه داخل اللجنة المنظمة لتوزيع الجوائز أوضح أن محمد صلاح النجم المنتخب المصري ونجم نادي ليفربول اعتذر عن حضور حفل توزيع الجوائز بسبب التزامات شخصية، ولكن مصدر آخر موثوق منه 100% أوضح أن محمد صلاح طلب من اللجنة المنظمة معرفة من سيفوز بجائزة الأفضل في أفريقيا لعام 2023، ولكن اللجنة المنظمة لم تفصح عن هوية من سيفوز بالجائزة، ولهذا السبب اعتذر محمد صلاح وكان يتمنى ألا يحرج نفسه أمام الإعلام العربي والإعلام العالمي، وخاصة بعد إحراجه في الموسم الماضي عندما فاز بها ساديو ماني، وكان محمد صلاح الأقرب بها في العام الماضي ولكن فاز بها السنغالي، وأحب محمد صلاح ألا يتكرر هذا المشهد مرة أخرى أمام العالم، فأراد معرفة من سيفوز بجائزة الأفضل الإفريقي لعام 2023، ولكن اللجنة المنظمة امتنعت عن الإفصاح عن هوية الفائز. ولهذا السبب اعتذر محمد صلاح عن حضور حفل توزيع الجوائز. عموما ساعات قليلة تفصلنا عن معرفة الحدث الكروي المقرر إقامته غدا الاثنين بمشيئة الله تعالى الموافق 11/12 لعام 2023 بمدينة مراكش المغربية، والمقرر توزيع الجوائز بين ثلاث لاعبين أبرزهم النجم الهداف العالمي الرائع جدا نجم باريس سان جيرمان نجم المنتخب المغربي اللاعب المحترف أشرف حكيمي، وأيضا مهاجم نادي نابولي ونجم المنتخب النيجيري فيكتور أوسيمين. وساعات قليلة تفصلنا عن الحدث الكروي العظيم جدا جائزة الأفضل إفريقيا لعام 2023. أطيب التمنيات للأسد المغربي أشرف حكيمي الفوز بالجائزة، وأشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.